تعالوا بقى إلى الطبقة المردودة التي لا يقبل حديثها بحال من الأحوال. ذو الرواة وليست أحاديث هؤلاء الرواة. نعم. والأولى من المردودة الطبقة المردودة تعالوا بقى إلى الطبقة لا يقبل حديثها بحال من الأحوال التي وليس ذو الرواة رواة. نعم. والأولى أحاديث هؤلاء من المردودة تعالوا بقى إلى الطبقة المردودة الذي يكذب في حديثه علي وعليك، يقول لك أنا عندي كذا وكذا وكذا، أنا ذهبت إلى المكان الفلاني، أنا لم أذهب إلى المكان، وهو كاذب. هذا يكذب على الناس ولم يكذب على رسول الله. مثل هذا النوع حديثه يسمى متروك، ويسمى الرجل نفسه متهم. أما من يكذب على رسول الله نفسه ولو حرف واحد يسمى كذاب أو وضاع. إذن الطبقة المردودة أول طبقة فيها إيه؟ نجد في الحديث، في سند الحديث، راو وسم بالكذب أو الوضع في الحديث. هؤلاء لا يمكن أن ترى روايتهم في الصحيحين، اللي هم من؟ المتهم بالكذب والكذاب. حاضر. المتهم بالكذب، الموسوم بالكذب، والوضاع. مثل داود بن المحبر تدور على رواية له في البخاري ومسلم، مش موجود في سنن أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي، إنما له رواية في ابن ماجه له رواية عند أبي داود في كتاب القدر. شوف راحوا فين. يعني إذن نأى الشيخان بنفسيهما عن إخراج حديث مين؟ داود ابن المحبر المتوفى سنة 206. عندنا واحد تاني اسمه جعفر ابن الزبير الحنفي المتوفى 167. كذبه شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو احنا قلنا ممن يقبل تفردهم ايه؟ بالحديث، بالرواية. فهو قال إن جعفر الزبير الحنفي كذبه شعبة، وحديثه ليس إلا عند ابن ماجة، مش موجود لا في البخاري ولا مسلم ولا أبي داود إلى آخره. عندنا محمد بن عبد الله الأنصاري كذبوه خلاص، يبقى يخرج من القائمة البيضاء إلى القائمة السوداء، ولا تقبل له رواية في الصحيحين. بل موجود، يا ريت في سنن ابن ماجة، لا موجود في كتاب التفسير لابن ماجة. كتاب التفسير مش كتاب حديث، كتاب التفسير لابن ماجة ليس كتاب حديث. إذن هو يكاد يكون فين؟ ليس موجودا في الأصول الستة. هذه أمثلة للطبقة الأولى المردودة، وهي طبقة كما سمعتم الآن وسم أصحابها بالكذب والوضع في حديث رسول الله.